لقد تم إنشاء هذا المركز المشترك لتدريب قوات الأمن الداخلي في عام 2014، ولأول مرة يحظى بزيارة وزير الأمن العام والهجرة العميد سليمان بكر آدم، وكان في استقباله لدى وصوله المنسق الوطني للمركز علي آدم تولي، وقد رافق الوزير عدد من معاونيه وكوادر الوزارة. هذا وفور وصوله قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مختلف الأقسام التابعة للمركز، واستمع باهتمام كبير لصعوبات ومطالب المسؤولين، حيث شاهد الوزير قلة وسائل العمل وتصدع بعض المباني وغياب الرعاية والاهتمام بالمرافق التابعة للمركز، كما أن الطاقة الشمسية التي تمد المركز بالمياه الصالحة للشرب والطاقة شبه متعطلة. وأوضح وزير الأمن العام والهجرة بأنه ستوجد حلول عاجلة لهذا النقص. يعني هنا هسه يعني نشيل المزير ونراندر كونت اللوت إيرارشي عشان نلغو خلل وايد في مدة قريب، وسانتر تنين ده بخر مو كويس، وفعلا أنا ننطي أمر للمدير العام من الشرطة والكوردينتر هنا سانتر والانسبكتور جنرال هسه قاعدين هنا، يعني من ده قدام ده عليه بخطو بال للسانتر ده ما بخلو يعني شيء هسه كان الجينا ده ما نجو سانتر تنين ده كلفان قريب يعني 4 مليار هنا فرنسا يفا، وشغل شغل مهم جدا. هذا المركز المشترك لتدريب قوات الأمن الداخلي يقع جنوب العاصمة أنجمينا بعشرين كيلومتر، وتصل مساحته إلى 91 هكتارة، لذا حث الوزير على زراعة هذه المساحة الواسعة ليستفيد منها المتدربون من ناحية توفير الغذاء.